بارك باذن الله للنادي الاهلي بعد نهايه المباراه باذن الله. اوكي كابتن اسامه هتقول حاجه على التشكيله قبل ما نتكلم في التفاصيل؟ مبروك طبعا مباراه الترجي. دخلنا بقى في البطوله الثانيه اللي احنا هي المفضله للنادي الاهلي، ولكن احنا طبعا بيتقفل دلوقتي ملف البطوله الافريقيه، ولازم في مباراه النهارده طبعا ان شاء الله النادي الاهلي يحقق فوز عشان يبتدي يحصل الفرق اللي سابقاه في الجدول يعني. فالتشكيل منطقي، احنا قلنا انه يمكن في ماتش النجمه غير 7 تغييرات عن لانه كان بيلعب النجمه وبعديها بثلاث اربع ايام يلعب الترجي، فعمل حوالي 6 أو 7 تغييرات. فقلنا انه هو هيقفل الملف الافريقي وداخل على الدوري تاني، التغييرات هتبقى في حدود، وده اللي حصل النهارده. يعني هو التشكيل بالظبط زي ما لعب في مباراه الترجي باستثناء حسام عاشور رجع مكان حسام كان عامل لسبب اساسا، وحسام كان موقوف رجع مكان عمرو السوليه اللي هو حس باجهاد شويه، ومحمد نجيب لعب مكان سعد برضو نفس الشيء، سعد يقال انه كان عنده اجهاد شويه في الخلفيه ففضلوا يريحوه. فالتشكيل رجع للشكل اللي هو شبه الاساسي يعني او الاساسي، لانك انت بتلعب في بطوله مهمه وفي 4 فرق سابقاك في الجدول، فلازم يحافظ على الشكل الاساسي للفرقه يعني. طيب كابتن بلال. لا انا من هواة طبعا تثبيت التشكيل، يعني ده بيدي انسجام اكبر للعيبه وبيخلي اللعيبه كمان يعني تاخد بشكل كبير على طريقه لعب. انا كابتن ماهر هيرد بس بعدين. اتفضل يا كابتن ماهر. اتفضل يا عيد يا كابتن عيد. اتفضل. بيخلي طبعا اللعيبه يعني الانسجام بيبقى اكبر بكتير. لو في تاكتيك المدير الفني بيحطه، اعتقد ان اللعيبه اللي تكون موجوده في الملعب بشكل مستمر دول يعني بياخدوا على الموضوع ده بشكل يقدروا ينفذوه بشكل جيد جدا. فانا من هوايات تثبيت التشكيل، الا بقى في بعض الظروف الاستثنائيه، اصابه لعيب او مستوى ينزل بشكل كبير واضح للعيب او عدم توفيق للعيب تاني. فانا من هوايات تثبيت التشكيل، وانا شايف التشكيل جيد، وهو ده يمكن زي ما قال كابتن اسامه عرابي ان هو ده التشكيل تقريبا يعني بنسبه 80% من التشكيل مباراة الترجي اللي فات، وده شيء جيد اعتقد يعني من وجهة نظري. طيب اوكي خليني اقول لك كابتن ماهر، لو عملنا يعني مش مسألة مقارنة كمان، يعني نبص بصة كده على مباراة الترجي ومباراة مباراة المصري، هتلاقي ان الخط الامامي هو مفيش تغيير. الخط الامامي وليد سليمان، ميدو جابر، وليد ازارو، وناصر ماهر. مباراة الترجي دي كانت مباراة المصري، مباراة الترجي نفس الكلام. يبقى الراجل خلاص الخط الامامي كده كابتن اسامه كابتن بلال خلاص بالنسبه له يعني 90% 95%. صحيح احنا في بدايه موسم، لكن بالنسبه له بدا يحط يعني خلاص ايديه على كل العناصر اللي هو يلعب بيها. خط الدفاع كمان شبه خلاص انتهى بالنسبه له. خط حرس المرمى محمد الشناوي خلاص مفيش كلام ومفيش نقاش. عندك كمان علي معلول في حته البنك باك الليفت، واحمد فتحي يعني هيغيب في الحته دي لاسباب ممكن تكون قهريه اللي هي حته الباك رايت. لو غاب يبقى الاسباب قهريه خارجه عن احمد فتحي وعن كارتيرون. والاثنين اللي في القلب كولوبالي حجز مكانه، وسعد سمير النهارده بيريحه وبيلعب محمد نجيب. الاثنين اللي في النص واضح جدا برضو ان هو خايف على عمرو السوليه. يعني عمرو السوليه كان مصاب قبل مباراه الترجي ولعب النهارده، بيريحه عشان يعني ما يبقاش فيها حاجه في الاصابه. وحسام عاشور هو الراجل مقتنع بيه وخلاص كده. يبقى الراجل بنسبه 99% حط ايديه على العناصر اللي ممكن يخوض بيها الدوري والبطوله الافريقيه تحديدا. يعني حد عنده اعتراض في الكلام ده ولا لا؟ مظبوط ازاي؟ لا كلام مظبوط. لا كلام مظبوط تمام. طيب نخش بقى في التفاصيل كابتن ماهر. الاهلي عنده حاجه صعبه جدا على الجهاز الفني ان هو يبدا يفكر فيها، هو بدا بالفعل يعني يفكر فيها، الا وهي ضغط المباريات. عندك مباراه بعد 3 ايام النهارده 21، بتختم الاسبوع الثالث انت لانه كان مؤجل لك المباراه ديت، وبتبدا الاسبوع الرابع في حرس الحدود. يعني انت اللي بتختم اللقاءات، بتختم الاسبوع وبتفتح الاسبوع. ازاي يفكر الجهاز الفني في حاجه زي كده؟ بص يا سعيد، مفيش خوف طبعا على المنظومه الكبيره نادي القرن. الانديه الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك والترجي والفرق اللي احنا بنشوفها اللي هي عندها يعني باع كبير جدا وخبرات كثيره جدا من اداره النادي، مجلس اداره، للاجهزه الفنيه، للاعبين، لجمهور طبعا قوي زي جمهور النادي الاهلي اللي هو يعني بيساند الاهلي بشكل كبير جدا. الانديه الكبيره دي كابتن سيد واحنا اتعودنا يمكن السنتين اللي فاتوا
انتوا الدوري فاجئنا وانتوا فاجئتونا كل 3 ايام مباراه، ودي كانت جديده على الكره المصريه. يعني احنا ما كناش زمان كل 3 ايام مباراه، دي كانت صعبه جدا في حته انك انت تقدر تلاقي فرقه، تقدر تثبت فرقه، اصابات كتيره، مشاكل كثيره، انذارات، كارت احمر. لكن النهارده كابتن سيد في الاحترافيه اللي احنا شفناها وبعد وصولنا لكاس العالم بدات الامور يعني يبقى واضحه بشكل كبير جدا بالنسبه للاجهزه الفنيه. الجهاز الفني بقى عنده ثبات بشكل كبير في التشكيل، والثبات ده احنا عرفنا بيجيب حاجات كتيره جدا، بيجيب التجانس اللي احنا شفناه، يمكن بالذات انا بتكلم عن النادي الاهلي الدور الثاني، يعني التجانس اللي كان موجود عليه النادي الاهلي السنه اللي فاتت حصل تطوير بشكل كبير جدا في ادائنا من ناحيه دخولنا نص ملعب الخصم، الباص من وان تاتش، التحركات اللي من غير كوره، الجمل التكتيكيه، الاجوال اللي كانت متكرره. يعني شفنا جوال كتيره جدا من جمل متكرره من اطراف، من العمق، من الكور الثابته. فانا عايز اقول لك ان الحمد لله ان احنا بقى عندنا الوعي ده، بقى فرقه النادي الاهلي عندها النضج ده. فالنهارده احنا مش قلقانين على كل المجموعه اللي انت ذكرتها، حتى البدلاء اللي موجودين بره اللي هم بنفسه بشكل كبير جدا محتاجين ان هم يخشوا الفرقه. فالنهارده دخل هشام محمد مكان عمرو سوليه، ما بنحسش ان عمرو نقص او مش موجود، لان هشام بيقوم بنفس الدور. محمد هاني لما يبقى فتحي ما بيبقاش موجود، بنحس ان برضك محمد هاني بيقوم بنفس الدور. نجيب لما يبقى سعد سمير مش موجود بيكمل مشوار سعد سمير. الثبات بقى اللي موجود عليه، وده اللي يهمنا، يمكن الخطين الاولانيين اللي هو الدفاع ونص الملعب بيبقى نسبه التركيز فيها او نسبه الثبات فيها بنسبه عاليه. لكن ده اللي يهمنا بقى اكتر يا كابتن سيد، التلت الهجومي، الجزء الامامي اللي هو ميدو جابر وناصر ماهر وليد سليمان وازارو، ده بقى اللي هو البعبع. ده مهم جدا الناس دي موجوده عشان تبدا تحفظ بعض، خصوصا ان ناصر ماهر وافد على الفرقه بشكل كبير. طبعا خامه شفناها مع سموحه العام، ابن مدبلاء النادي الاهلي، خامه شفناها مع سموحه العام الماضي، مؤثر بشكل كبير جدا في هذا المكان. عايزين نقول ان هو بديل لعبد الله السعيد وبديل كفء. نتمنى ان شاء الله ان ناصر يستمر في تالقه من خلال تيم النادي الاهلي، معاه مجموعه فيها خبرات زي وليد سليمان، زي عاشور، هتساعده بشكل كبير جدا في التحركات اذا كانت دفاعيه او هجوميه. فالنهارده ثبات تشكيل النادي الاهلي هو اللي بيجيبنا الكره الحلوه اللي الجمهور مستنيها. يعني النهارده النتائج الحمد لله 4-0 بنكسب، لكن برضك في سنه كده الجمهور عايز التشويق في اللعب. انا شايف ان التشويق ده جاي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله من اداء النادي الاهلي. طيب كابتن اسامه، نقطتين حضرتك هتاخد الاولى وكابتن بلال هياخد الثانيه.